السلام عليكم. أعلنت شركة ميزو يوم الأربع عن أحدث موبايلاتها الذكية، وهو ميزو 16 تي اللي بيقدم مواصفات قوية كأي هاتف رائد من الشركات المنافسة. أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة تيك نيوز. لو حابب تعرف مواصفات وإمكانيات الموبايل كمل الفيديو، بس قبل ما تبدأ ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب للقناة وارجع كمل الفيديو. يلا بينا نبدأ. أول حاجة نبدأ بيها هي هيكل الموبايل. الموبايل بيجي بطول 160 مليمتر وعرض 78 مليمتر وسمك 8 مليمتر وبوزن 183 جرام، وشاشة تيجي من نوع سوبر أموليد بمساحة 6.5 بوصة بدقة 2232 في 1080 بيكسل بأبعاد 18.5 ل 9، وبتيجي بكثافة بيكسلات 382 بيكسل لكل بوصة. وشاشة هنا بتستغل 85.2% من واجهة الموبايل الأمامية، والشاشة هنا بتتميز بأن هي قليلة الانبعاث للون الأزرق فبتحافظ على صحة العين أكتر. ونبدأ في النظام والأداء. الموبايل بيجي بنظام تشغيل أندرويد 9 مع معالج سناب دراجون 855 مع معمارية 7 نانومتر 80 نواة بتردد يصل ل 2.8 جيجا هرتز، وبيجي معاه معالج رسومي أدرينو 640. ومن حيث الرام والذاكرة، الموبايل بيجي بثلاث نسخ: النسخة الأولى 128 جيجا مع 6 جيجا رام، والنسخة الثانية 128 جيجا مع 8 جيجا رام، والنسخة الثالثة 256 جيجا مع 8 جيجا رام. والموبايل هنا مش بيدعم تركيب بطاقة تخزين خارجية، وبيدعم تركيب شريحتين اتصال من نوع النانو. ومن حيث كاميرات الموبايل، الموبايل بيجي بثلاث كاميرات خلفية: الكاميرا الأولى والأساسية بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.9، والكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2، وهي كاميرا ألترا وايت مخصوصة للتصوير بزاوية واسعة، والكاميرا الثالثة بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.9 وهي مخصوصة للعمق. وبيجي معاهم فلاش LED وبيدعموا تقنية البانوراما والـ HDR، ويقدروا يصوروا فيديو بدقة 4K بسرعة تصل ل 60 إطار في الثانية. ومن حيث الكاميرا الأمامية، الكاميرا الأمامية بتيجي أعلى الشاشة بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2، وبتدعم تقنية الـ HDR وتقدر تصور فيديو بدقة Full HD بسرعة 30 إطار في الثانية. ومن حيث البطارية، البطارية بتيجي بسعة 4500 ملي أمبير من نوع الليثيوم غير قابلة للإزالة مع تقنية الشحن السريع بقوة 18 واط، وبيجي معها شاحن من نوع تايب سي. والألوان اللي هينزل بيها الموبايل هينزل باللون الأزرق والبرتقاني والأخضر. وبالنسبة للسعر اللي هينزل بيه الموبايل، الموبايل هيبدأ بسعر 280 دولار للنسخة 128 جيجا و6 جيجا رام، وسعر 320 دولار لنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام، وسعر 350 دولار لنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام. والموبايل بيتوفر في الصين عن طريق الموقع الرسمي لشركة ميزو، ومفيش أي معلومات إن هو يخرج برا الصين ولا لأ. كده أنا خلصت الفيديو، ما تنساش تدعمني بلايك سبسكرايب للقناة. لو عندك أي سؤال اكتبه في كومنت وأنا هرد عليك. والسلام عليكم.